النور اللي هو الفايبرز بتاخد في السباين تمام. جميل سيبتك دوبة بين ساكتون يعني استقام وحاجة اللي كان عايزين نشتري طبعا بنقول عليها بنسلل المجال السباين بنسلل بنقول عليها الاكسيال تايب او السنترال تايب. في نوع تاني بيحصل بطل ممكن يبدا از بريفرال مين بيكون بالاكسيال سبوتلايتس بروجريس تو هابن في الاخر يبقى في انتروزيف سبوتلايتس وفي ستيفنس وكالسيفيكيشن بيبقى موجود في السباين. لكن ان مايوريتي بقى من العيانين دول patient is a major symptoms are pain and swelling in most joints, large more than small joint. In the beginning, pulling arthritis and pulling arthritis. In the symmetrical, asymmetrical, and pulling arthritis. Each one of the epidemiologists are still in the muscular problem of the moment. Come on, let's say that this is the present, and I'm a child, and it's a very well-absorbed. لكن مرة أخرى شيء من الحاجة تسكرها فبقول World Wide اللي احنا عندنا استنجيل أرثرايتس من 0.5 up to 2% يعني مرة أخرى ممكن يبقى 80% تمام؟ في United States اللي أكثر دولة بتعمل statistics يقول لك إن المرة الكارديوغرافيك أكثر سبا أو مبروز كل تايبس أو سبا أند هاف in combined prevalence of 4.7 إلى 1.4. السورايتيك أرثرايتس بقى هنا بالضبط فيها مهمة شوية لأن ممكن بكده أرثرايتس ممكن تيجي بسكن ممكن تيجي بأرثرايتس ممكن أرثرايتس تبدا بسكن أو السكن يبدا يبقى عندنا أرثرايتس. نقول عندنا الزوم تو أفكت من الومن إيكوالي الستات والرجالة ممكن الاثنين يبقى إيكوالي with prevalence of 4.5 0.1 to 0.2 ده هو الريفرنس بتاعها. And the incidence of بعد كده 0.006% السوريتيك أرثرايتس ممكن تكون موجودة من 4 لحد 30% من الناس اللي عندهم سوريتيك. بمعنى يعني لو مريض بدا وعنده سوريتيك بنش ممكن أتوقع إن في 4 لحد 30% من الناس دي تهدي بسوريتيك أرثرايتس. ممكن الباقي يعيش في حياته بس بسكين مانيفستيشن. الانفلاماتوري باول ديزيز بنبص نلاقي ان احنا عندنا بتاخد الاكزيال والبريفرال او قلنا بيبقى الاكزيال والابنديكيولار بقى في الاناتومي ما بقاش حد يقول بريفرال دلوقتي. لو قلنا اكزيال يبقى كل ما يمسك فيه الاكزيال بنسميه ابنديكيولار تمام؟ فبنقول بريزنت ان 3 to 13% من العيانين الموجودين. وات ايفر كان عندنا الكروز او الارثرايتس. بعد كده الرياكتيف ارثرايتس بيهمنا فيها هنا في الرياكتيف ارثرايتس النوع الاورجانيزم اللي موجود سواء كان شيجيلا شيجون ولا شيجون الباكتر الحاجات دي كلها هي ممكن بتاخد من الجي اي تي او ممكن الرياكتيف زي الايكولاي والحاجات دي كلها يبقى هي ايكوال وليه تيبيكال الاورجانيزم اللي موجوده فيها اللي هي الحاجات دي موجوده البريفلنس بتاعها لحد 0.04. عشان كده بنقسم احنا تقسيم عامة كده للتايبس بتاع السبوندلو ارثروباثي بنقول في عندنا الاكزيال والبريفرال. اكزيال ساعات بيسموه سنترال بريفرال ساعات بيسموه ابنديكيولار. الاكزيال بنقسمه الى اثنين بقى ممكن يجي لنا الاكزيال الرومين اللي بيبقى اكتر حاجه ايه لان عندنا اللي هو عباره عن اكتروزيك ستوكلايتس ممكن يبقى راديولوجيكال ولا راديولوجيكال ودي حاجه كبيره مش هنتعرض عليها دلوقتي لان دي مهمه. يعني نعرف ان الراديولوجيكال اكتر في الرجاله من السيدات. الراديولوجيكال بيبقى بنشخصه ممكن بالبلاد اكس راي ممكن بالام ار اي ممكن بالسي تي سكان انما الراديولوجيكال بنشخصه غالبا بالام ار اي. ده فكره بسيطه كده عشان نبقى عارفين الراديولوجيكال تبان ان اتش ان اي بنسبب كومن فيهم بالتالي قليله مش هنتكلم اكتر من كده. فبنقول بنقسمها الى راديولوجيكال ونون راديولوجيكال. نيجي للبريفرال او الابنديكيولار بقى بنقول هو عباره عن ايه؟ لاقي الصراع سواء كان السورايسيس سواء كان الراديولوجيكال ديزيز سواء كان على الكنسر الصور بنجمعهم كلهم غالبا بيبقى هم الست انواع اللي احنا قلنا دول اللي موجودين اللي هم
كوليتس من الفلاماتري باول ديزيز وديفر باول باور باسيراتيك كوليتس والرياكتيف باسيراتيك اللي هي كان زمان اسمها رايتر. رايتر دوت عشان تبقى عارفين برضه حاجه هيستوريكال كده، ده دكتور الماني كان موجود ايام هتلر طبعا اليهود عايزين يبقوا اسمه خالص لان كان موجود ايام هتلر، فهم بيسعوا دلوقتي الى محو بيسموها الرياكتيف هيبر باسيراتيك. لكن هي اصلا المرض دوت اكتشفوا السيزر رايترز او الراجل الالماني ده. تمام؟ الجوفلاين كرونيك ارثرايتس وده غالبا بص تلاقي جبنه الطفل وكلنا بنغلط فيها. يعني انا قعدت اعالج عيالي 10 سنين على انه موضوع الارثرايتس جوفلاين، وبعد كده فين بقى عنده بتاع 14 سنه اكتشفت ان هو انكلوزنج لما بدا يشتكي بسكن اليد وبدا يتحمل ومشي على الانكلوزنج بعد كده. بعد كده الاند فرانشيك اللي هو عندنا مش قادرين نعمل which one of all this other one عليه هذا هو psoriasis هذا هو الكلوزنج فبنقول عليها عن الديفرنشيشن. بنيجي يبقى بين المين والفيميل يبقى في ديفرنشيشن في جزئين احنا قلناه راديولوجيكال ونون راديولوجيكال اتكلمنا فيه جاست باسنج، وان الراديولوجيكال في الاخر ممكن بعد سنه او اثنين يقلب الى الراديولوجيكال. لكن بنقول هنا بالنسبه للستات والرجال ايه الفرق ما بينهم عشان ما نجيبناش في ازاي. بنقول مثلا لما نمسك عندنا في الرجاله زي ما انتم شايفين كده بيبقى عندهم تمرير الـ IL 70 عالي اللي هو اصلا بيطلع دواء سبيسيفيك ده زي الفينستكس. تمام؟ وبعد كده بيبقى باركر هاير اللي هو ايه البروفيلماتو سايتوكايز ولا سيما الـ DNF اللي هو بيبص في الفاكهه. النقطه الثانيه اللي احنا عندنا بنبص تلاقي مور لايكلي تو هاف راديولوجيكال في الساكو اليك ممكن ياخد اسبانيا. خلاص؟ وبعدين بيديكريز الموبيليتي والكلام ده كله بيبقى موجود. خلاص؟ انما بالنسبه للسيدات بنبص تلاقي ان الاي ال 70 بيبقى قليل مش كتير زي الرجاله، لكن في هرمون الديستربنس معاهم. احنا عارفين اغلب امراض السيدات في الروماتولوجي عندنا داخل الهرمون بيبقى عندهم كبير فيها وبيبقى عندهم زي النقطه دي. تمام؟ فبنقول هنا في هاير استروجين عكس ما بنتكلم ده. بنقول في البص بروسس بيبقى ايه لو استروجين، يعني عكس البص بروسس في البص بروسس بيقل الاستروجين في البص بروسس هنا في هاير استروجين موجود ومعها سايد سوماتيك بقى ايه مانيفستيشن اللي احنا بنقول عليها بعد كده الكواليتي اوف لايف. تبقى طبعا في ديبريشن وفي نيوروباسيك بين وفي ديجابيلتي وفي شويه فانكشنال امبيرمنت. وفي الاخر خالص بنقول ان احنا عندنا بيبقى الانسي سوبرسي بتبقى كتيره فيها والسرفايكال انكيلوزس بتبقى كتير فيها الانسي سوبرسي. اوكي؟ ده ما بين الرجاله والستات. ايه هو الكومن كاركترستيك؟ ودي مهمه جدا عشان دي اللي انا بشخص منها. مش العيان في العياده بتاعتي انا بحط الكاتيجوري بتاعه. هل هو دوت سيرو بوستر ولا سيرو نيجاتيف؟ سيرو بوستر اللي هي الروماتويد واخواتها. الروماتويد والسيستم جلوبات والسيلوليرما وكل الحاجات دي كلها. سيلو نيجاتيف اللي هو ايه الانكلوزنج وبقيه الفاميلي بتاعته اللي موجوده معاه. ايه الفاميلي دي بقى بتاعت اسمه جيرو؟ الكاركتر بتاعها. نمره واحد ان هي نيجاتيف عشان كده قلنا في سيلو بوستر وفي سيلو نيجاتيف. اذا هو نيجاتيف في الاي جي ام اللي هو الروماتويد فاكتور. نمره اثنين ما فيش سبكوتينس ريتيول. سبكوتينس ريتيول من الكاركترستيك كروموسومولوج في الروماتويد ارثرايتس. نمرة ثلاثة بيبقى في اسيمتريكال ارثرايتس وات ايفر هولي او هولي تبقى اسيمتريكال. يعني ايه اسيمتريكال؟ يعني خد ريست هنا ياخد قلبه هنا، لكن في الروماتويد في بقيه الفاميلي بتاعتها ياخد ريست وريست، ياخد فيرست اي بي سي بي فيرست اي بي سي بي. تمام؟ بيبقى في اسيمتريكال موجود بينهم في اكستريمز. بعد كده السكر والياينتس بقى وفي فانجيتد وان هنتكلم عن سكرولاتس بعد كده ونقول ازاي بنشخصه. ففي فانجيتد متن وهنتكلم عليه بعد كده. خلاص؟ يبقى بنقول يبقى معاه كمان سكرولاتس. بعد كده ان العيان بتاعنا دوت بنقول ذا بيشن شو تندسي تو انفلاماتوري سوبرس. ايه هي الانسيسايتس او السوبرس؟ اللي هو لما بنيجي الليجمنت او المسلز او التند يعمل انسرشن في البول في المكان اللي بيانسرتد فيه ده المكان اللي بيحصل فيه الانسيسيس. زي ما بنلاقي في الكاكينا سبير بنلاقي على التنين بنلاقي على الحلو على صوت الصوت بيبقى في سنسورد انسوسايتس دي اللي هو فورميشن وانفلاميشن تندر اند ليجمنت انسيرشن ويعمل سبير بعد كده. اوكي؟ بعد كده بنقول اتليست بقى الموضوع انا عندي انا قلت في اكزيت انا اتكلمت عنه يعني اتكلمت على مفصل
لما جوين في ورق اكزيان او في بعد كده اللي هو يبقى ايه الاكسترا بارتيكولا، لازم يبقى عندي على الاقل اثنين من الاكسترا بارتيكولا دي، وانا بشرح لك في واحد من الدول قبل كده واثنين من الدول دي. فالاكسترا بارتيكولا بتبقى مهمه، وزي ما بيقولوا عليها الاوفرلاب الاكسترا بارتيكولا، زي السكين مانيفستيشن الاقي في سورايسيس بقول اه والله هو ده ارثرايتس وعلى سورايسيس، فده سورايتيك ارثرايتس مثال او اي حاجه من السكين موجوده. زي الاي ودي مهمه جدا من الحاجات الكاركترستيك في سبونتينو، ان بيبقى فيه الاي ديزيزز زي يبقى اليوفيايتس زي الايوسايتيرايتس وكل الحاجات دي كلها اليوفيايتس والجاكتوايتس اللي موجوده في العيانين. وساعات العيان بيبدا بالاي في زملاء الاساتذه بتوع الاوبسالمولوجي يبقى محتار في العين بتاعت العيان، فيقول له طب من فضلك روح لحد بتاع الروماتولوجي يقول لي دي ساين اوف روماتيك ديز ولا لا. امشي معاه واحده واحده وابدا افحصه واقول له انفستيجيشن، ممكن يطلع بعد كده ان هو سبونتينو ارثرايتس. اوكي؟ انكلوزن اوعيه. البكر كلام الارثريشن اللي تبقى موجود والايروجن اللي بيبقى موجود في البكر كافيتي. بعد كده ان سمول اند لارج انتستين يبقى في عندنا جي اي تي مانيفستيشن، سواء كان في نادريه في انستيشن في مدينة في ديستنشن في جاسمنت سايلر انستيشن موجوده. الجي اي تي تراكت بطلت اللي هو انفكشن بتجي من اليوسرايتس والسايتس والحاجات دي كلها. وفي طبعا الانكلوزنس بتبقى دلوقتي ان في عندنا تو سيستمز اللي هم انكريمينيتنج اللي بيحصل فيه الباثوجينيسيس والباثوسيرجي بتاع الانكلوزنس اللي هو جي اي تي واليورين تراكت. تمام؟ بعد كده من ممكن نلاقي سبب في البايتس. اخر حاجه ودوت هو كومبلمنتري مش دايجنوستيك. يعني ايه؟ يعني هو بيساعدني على التشخيص، بيؤكد التشخيص بتاعي اللي هو الاتش ان اي بي 27 او الجينيتك ايه بقى سنسبتيبلتي اللي بتبقى موجوده في العيانين دول. اوكي؟ طيب احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا البريفلنس والانسنس بتاعها. الايكيولوجيكالي بقى اللي هو طالما احنا اتكلمنا عن بي 27 فبنقول ازاي عندنا الاتش ان اي بي 27 موجود في 7% من الامريكان ما عندهمش اسبوندينو. لكن ايه مش كل الناس اللي معاها بي 27 لازم يجيلهم اسبوندينو ارثرومس. تمام؟ ومش كل الاسبوندينو ارثرومس اللي معاها بي 27 بس اللي معاه بي 27 اللي هو لايبل اللي ممكن يحصل له اكتر من اللي هو نيجاتيف فور بي 27. فبنقول عندنا اللي هو البي 27 موجود في 7% من الامريكان نورمال بوبيليشن او فور انفليشن، لكن موجود بنسبه 90% من الناس اللي معاهم الكلوزر. اوكي فدوت بنقول عندنا هنا ده نيجي حاجه ثانيه السورايسيس بقى. السورايسيس اللي فيها سكن وبوني والكلام ده كله مشاكل هي بتاعت السلواء، فلقينا ان الجينيتك بريدسبوزيشن رونج اكتر من حاجه. فلقينا ان موجود اتش ان اي بي 27 ممكن اتش ان اي دي ار 7 ممكن اتش ان اي كيو 3. اذا ليه بقى؟ لان في مالتيبل تايبس من ايه بقى؟ من السورايسيس. في الانفلاماتوري باور ديزيز بنقول ان احنا عندنا ان ديت الاتش ان اي اسوسيشن از ويكر ذان ذا اذر سبار، يعني ملوش سبيسيفيك. تمام؟ بعد كده الرياكتيف ارثرايتس بنبص لقيت بي 27 بيرنج بتاعه من 50% لحد 85% من الناس اللي بتبقى معاهم بي 27. وزي ما بنبص لقيت السيرف ارثرايتس كروز ديزيز ممكن ياخد عينه على 80%. بيب 7 از بوستبل اباوت 50% اوف الديفرنشيتد اللي احنا كنا بنقول انا مش عارف اشخصها ده عباره عن كلوزي ولا فرايسس ولا ايه. بعد كده من 60 ل 80% من الناس دول من البيب 7 موجود في جوباي. احنا ليه بنقول الكلام ده؟ مش عشان نعرف حجم الموضوع، عشان نعرف المشكله ابعادها ايه؟ عشان نبقى وعرفوا ان ده كله ما هواش دوت تجاوز ولكن كومبلمنتري ممكن يفتح لي الباب يقول لي دوت او ممكن تلاقي الاعراض بتاعة السكوبيلو ده كمان. خلاص؟ الدايجنوز بتاع السكر اي دايجنوز يا جماعه كل الدنيا لازم يكون في كل تيست بتيجي ده نمره واحد وات ايفر فاميلي هيستوري او بيرسونال هيستوري. بيرسونال هيستوري هيبقى موجود
ايه بريزنت والباست هيستوري بتاعه والتراك هيستوري كل حاجه. بعد كده يبقى في كلينيكال اكزامينشن. بعد كده ممكن اعمل ايمجنج لو انا بشك في حاجه او بشكل شكل راكز، وممكن اعمل لابوراتوري انفستيجيشن. وفي قاعده في الطفل فوق كلنا نمشي. للاسف دلوقتي كل منا بيبقى على المكتب بتاعه كده عشان العيال البعيد كده بتشيلي بتاعه تقول له اعمل لي ام ار اي بتاع ما ينفعش لازم افحصه. في قاعده بتقول دونت اوردر اني انفستيجيشن بيفور اني سسبيشن انزيم. ما تطلبش تحليل انا بقول عندك سسبيشن. انت هتطلب ايه في النود الكبير قوي ده بتاع الامراض؟ هات لي الاول اللي انت فحصته وخدت هيستوري بتاعك. عشان كده بنقول ان الاصابه عشان مشخصه عندنا حاجتين، يا اما العيان يجيب ساكرولينيتس الشكل ساكرولينيتس بين، ولما يكون في ساكرولينيتس لان دي بيزي ودي كورنر ستون في التشخيص عندنا، يبقى كفايه واحده بس كرايتو من ايه؟ من السبا فيتشرز الموجوده تحت دي كلها. تمام؟ اول عيان بيجي لنا اتش ان اي بي 27 بلس 2 ليه بقى؟ لان قلنا البي 27 لان الساكوريتد باي كونستنت من الكرايتيريا، لكن ده هيلف اور كومبلمنتري، ولكن لازم يكون العيان جاي بلو باك بين مور ذان 3 مانسز، وبعد كده يكون السن بتاعه اقل من 45 سنه. اوكي؟ يبقى العيان جاي لي بالكاركتر ده، انا لقيت في ساكن براكتس بدور على وان كرايتو من الفيتشرز ديت، او انا بالظروف عمل بي 27 تراخصي بدور على تو من الكرايتيريا ديت او اكثر منه لما تلاقي افضل. اوكي؟ عشان كده اهميه البي 27 اسموها انترناشونالي هنا في حاجات تبقى اسوسيشن يعني ميلي اسوسيشن او بلوجاتوري بنسبه عاليه، وفي حاجات بتبقى كوينسنس ات ماي اور ماي نوت. ايه الحاجات اللي هي ميلي بيبقى معاها البي 27 غالبا؟ اللي هم كل المجموعه بتاعت الاسبان اللي احنا قلناها دي بيبقى معاها البي 27. اوكي؟ طيب ايه الحاجات الكوينسنس يعني ات ماي اور ماي نوت؟ ولما الاقيها برضك لازم ادور عليها، مش كل واحد يلاقي البي 27 اللي هو الاسبان، لان ممكن يطلع ويبل ديزيز بيسك ديزيز او يطلع اف ام اف. اوكي؟ طيب السكروليز هنتكلم عليها ديتا. اوكي؟ طيب بنيجي هنا ممكن يجي لنا العيان بقى خلاص احنا اتكلمنا اول بلوفر بين ممكن معاه ساكرولينيتس او ممكن معاه بي 27 قلنا ازاي؟ طب افرض العيان بيجي بقى ايه؟ مش بيسنتر اكسل بقى جاني بريفرال او بنسميه بالديكتر اللي هو بيبقى ارثرايتس اور انتيسايتس اور داكتيلايتس بلس ممكن يبقى عندي هنا مور ذان وان سبا فيتشر اللي هي اور تو فيتشرز من التاني. ممكن يبقى عند واحده بس من الميايتس والسورايسس او سو سو اللي موجوده قدام دي، او ممكن يبقى اثنين من دول موجودين مع الارثرايتس والانسيسايتس او ايه او الدكتيلايتس اللي موجود. اوكي؟ وات ار ذا كومن تريتمنت؟ التريتمنت تبقى ان الجماعه دول بتوع السبا نمره واحد ابدا شخص. بعد ما شخص من الحاجات اللي انا بقولها للمريض بتاعي بعد ما شخصه انا بديله بقى سوريد الانتي انفلاماتوري بتساعده، وحتى في دلوقتي يعني لما طلع حتى البيولوجي بدات ناس تقارن ما بين البيولوجي وبعض النون سوريد الانتي انفلاماتوري، ولقوا ان ممكن انتي سوريد ان ان اس اي ممكن او النون سوريد الانتي انفلاماتوري ايكوال الايه البيولوجي. بس طبعا الكلام ده ما تهيئش كتير بين شركات الادويه، مش هتسمع قبل كده، زائد نكون واقعيين ان البيولوجي هيلعب دور كبير على الايه؟ الميوت سيستم اللي هو بيسبب المرض. بس بنقول برضه اتكلم عن الكورتيكوسترويد ما ينفعش انت بتدي دمار، لما بتدي كورتيكوسترويد بتديه كلوكال انجكشن في مفصل افكتد، ما بتديهوش سيستميك، لان السيستميك هيعمل اوستيوبروسيس، مع ان العيان بتاع الاصبع ولا سيما اذا كان انكلوزنج هو اصلا الستيفنس اللي موجود عنده عامل له اوستيوبروسس، بقى في دبل فاكتورز بتاعت عاملين له اوستيوبروسس ممكن يحصل فراكشرز بعد كده. ممكن تدي بعد كده انتبارتس بقى اللي بتبدا بالميزوكاكسيت وبتبدا بالاعمار سو سو او سيلز صغيرين او سيلسيت والحاجات دي كلها، ونبدا ده كله يبقى في الاخر بنرجع الى البيولوجي، وبدا البيولوجي يؤدي الى نتائج كويسه في الحالات دي. سيرجيكال طبعا لما يكون في عندنا ديفورمتي وعايزين بالنسبه للعيان.
في وسط ده كله كما بتلمس بعض، لو شخصتوا من الاول عايزين اكسرسايز ثم اكسرسايز ثم اكسرسايز، هو تفهم ما هو يمشي وتفهم بعدك لما هو يروح سويمنج لو هو يقدر يبقى عنده مثلا نادي ولا حاجه بيستمتع فيه، لو هو انت لازم تقول له لازم ينام برور بوزيشن او سبعين بوزيشن فترات من النهار ومن الليل عشان ما يحصلش تنفسيس ويحصل ريفليكشن. ازاي يقدر يعيش مع الاسبان؟ طبعا لو بيشرب سجاير محترم الموجود في مكان بليوتد ويقدر ينقل فيه من البليوشن ينقل منه، يبقى يستمر على الاكسرسايز والحاجات اللي قدامه ويسمع الانستراكشن اللي بيقول عليها ويستمر عليها. نيجي بقى للسوايسز اللي هي البيت الاصيل بتاعنا في الموضوع. ايه هي السوايسز؟ ممكن يبقى في سوريه باتش وممكن تكون ان هي ريم سكيني راجس ثيك بيتنج فينجر نيل، بيبقى تبان الشكل بتاعها مع الفينجر نيل بتاعتها. الباتشز ممكن برضك تبقى بينك او ريد وات ايفر الكلر بتاعها. لما بنيجي نقشرها يا جماعه بتبقى زي قشر السمك، لما جيت لقشر السمك ده سياره سمك البولت كده يطلع من عليه قشر كده يبقى شكله سيلفر لو انت قشرتها، لان احنا لما بنصلي ساعات تطلع لنا حاجات عند ربنا كده تمام وفكر ان هي دي سوايسز، لو قشرتها مش هيطلع ايش السبب، لكن لو سوايسز وقشرتها يبقى سكيلي بتبدا تبقى موجوده تمام. طيب واحده بتتكلم ايه المناظر اللي احنا ممكن نشوفها في الجماعه بتوع الايه سوايسز، ادي على الباب وادي سوايسز برضك موجوده زي ما انتم شايفين، وادي الهاند في سوايسز برضك. طب ايه هو البردن بتاع سوايسز؟ ايه مشكلتها؟ السورايسيس ممكن تعمل لنا اوكولار كومبليكيشن زي الارثرايتس زي السكليرايتس، ممكن تعمل لنا انفلاماتوري باور كومبليكيشن زي كرونز ديزيز والارثرايتس، ممكن سوريتك بينز ممكن تعمل لنا سوريتك ارثرايتس بعد كده وده اللي هو السبوتيلو ارثرايتس، ممكن تعمل لنا الليل تشينجز سايكولوجيكالي ولا سيما في الفيميلز. بتضايق طبعا في ميل طلع لها سوايسز في وشها او في ايديها والحاجات دي بتزود البردن عليها وتزود لها تبقى في سايكوسوماتيك ايلمنت زياده، واحنا عارفين ان في حاجه اسمها سايكوسوماتيك ديزيز جاي من سايكولوجيكال شوك. سايكولوجيكال شوك بيبدا يتبطل كل الاميون سيستم ويعدي البرو انفلاماتور سايتوكاينز بتبقى ممكن ميتابوليك بقى زي لو حطينا الهايبرتنشن ديسبيديميا والانسولين ريزيستنس والاوبيستي والدايبيتس خلاص، وبعد كده اللي هو عباره عن بليك بقى سورايسيس اند اذر فورمز بتاعتها. طب السورايتيك ارثرايتس، السورايتيك ارثرايتس وات از السورايتيك ارثرايتس؟ عباره عن ايه؟ از ان اوتو اميون ديزيز سبتا خلاص الانفلونزا اوتو اميون. يا جماعه احنا في الايرا دلوقتي بتاعه الايه؟ الاميونولوجي. فكنا القرن اللي فات الايرا بتاعت الباثولوجي، احنا في الايرا دلوقتي وفي الزمن بتاع الميونولوجي كل حاجه تفصل بالانتيجين والانتي بودي خلاص دخل. فبيقول اوتو اميون ديزيز بيعمل انفلاميشن زي تريجر شورت بين وستيفنس وسويلنج هيديني سايز سوريتك. انا بتكلم سوريتك ارثرايتس يعني بقى في جوينت بقى في سايز اوف انفلاميشن ريدنس هوتنس بين لوس فانكشن خلاص وسويلنج يبقى موجود. اه يبقى موجود سايز اوف انفلاميشن يبقى الميل والفيميل ايكوالي تمام؟ مفيش حاجه اكتر من حاجه تمام؟ بعد كده بنقول ان احنا عندنا زي ما اتكلمنا قبل كده ان عندنا من 4 ل 30% من الناس اللي معاها سوريتك سكن ممكن يجي لهم سوريتك ارثرايتس. اوكي؟ بعد كده اكوردنج تو الناشونال سوريسز فاونديشن بيقول بيجوا ديفيلوب سوريسز ات اني ايج، لكن العمر اللي هو اللي لما بتعمل سيرفي تشوف الانسس لقينا ان هو موجود من 30 ل 50% من العيانين دول في السن بتاعهم من 30 ل 50 years ده السن اللي هو ايه؟ اللي هو بيحصل فيه غالبا المرض ده. سوريتك السيميلر تو روماتويد ارثرايتس ولذلك في فاريانت عندنا لما هنتكلم عن فاريانت بنقول سيمتريكال سوريتك ارثرايتس اللي هو بعض الكتب بتقول لك ايه؟ روماتويد لايك او روماتويد فاريانت او سيروميتك ارثرايتس ممكن يجي بشكل الايه الروماتويد ارثرايتس، يبقى ممكن بنقول بسوريتك ارثرايتس السيمبل الروماتويد ارثرايتس السيمبلز اند جوينت سويلنج
بل ولكن تختلف التند تو افكت لوور جوينت مور ذان ارش. اوكي يعني تاخد غالبا من ثلاثه لاربعه. ممكن تعمل ايه؟ انكل ميتاتارسال الكلام ده. مش هتخش هنا ما تبصوش دي عمليه كبيره. ده عباره عن الباص والشينيس عمليه بسيطه وسيمبليفايد. لو بصينا اللي فوق هنا اهو ديت البري ديسبوزنج فاكتورز. ممكن الجينيتك اللي اتكلمنا عليها في الـ 7 الار بي والحاجات دي كلها، او ممكن يكون في باست اوف هيستوري الباظر اي حد من العيله خلاص، او ممكن يكون في عندنا ايميولوجيكال تشينج سي اكتيفيشن. كلهم ممكن يكتبوا مع بعض ويديله في الاخر انفلاميشن ويبدا يطلع لي بعد كده التيمن بي انتراكشن بيطلع لي نيوكلير فاكتور تابا بيتا خلاص ونيوكلير كيلر سيلز او ناتشورال كيلر سيلز والمايكروفاجز. يعني الرياكشن هيطلع لي الخلايا الموجوده التيمن بي والسب كلاس بتاع التيمن بي. ده كله بيؤدي الى ايه؟ برودكشن وبرو انفلاماتوري سايتوكاينز. ممكن بقى اقول اي ال 1 اي ال 6 اي ال 17 التيومر ميكروسيس اند سو اند سو. لما بتطلع بتمشي في ثلاث مراحل. المرحله الاولى بتروح للسوفت تيشو تعمل انسيسس. المرحله الثانيه اللي في الاخر خالص مش هنخلص تعمل ستيموليشن للاوستيو بلاست مور ذان الاوستيو بلاست. اذا هتعمل لي اوستيوليسيس تعمل لي ديستراكشن في الجول. المرحله الثالثه اللي هي هتخش على السيلوجيا ممبرين ممكن تروح على الماسكولا وتعمل انجيوجينيسيس او انفلاماتوري سايتوكاينز تبقى ستيمولين اللوكال انفلاميشن، او ممكن تؤدي في الاخر خالص يبقى في عندك سيلوفايتس ولا ارثرايتس اللي هي الاعراض اللي بتبقى موجوده في الشعر. وات ار ذا تايبس اوف سيلوفايتس ارثرايتس؟ هم خمسه تايبس. السيمتريكال ده اللي بيقول بعض الكتب بتقول ان هو تروماتوري بلايند بيغلب بس ما يبقاش النمبر اوف ايه؟ اوف جوينت زي ما موجود في الموضوعين. يبقى افكت سيفرال جوينت ان بيرز اور بوث سايدز اوف ذا بودي لايك بوز البو اور نيز ات كان بي مايل تو سيفير. ات كان دامج جوينت اوفر تايم ليدنج تو ليميتيشن اوف موفمنت اند فراكشر ديسابيلتي. طبعا موجوده في 50% من الناس اللي هو ايه؟ اللي هو السيمتريكال سيروليتيك ارثرايتس. سيمتومز اوف سيمتريك سيروليتيك ارثرايتس لوك لايك روماتويد ارثرايتس بس بيبقى اقل منها شويه. اوكي؟ يعني ممكن هي بتبقى لو جه مثلا تاخد ريست ما تاخدش الـ NCDs ترسوها يعني. اسيمتريكال يعني ايه اسيمتريكال؟ اسيمتريكال يعني مثلا خد قلبه هنا مش سيمتريكال بقى زي النوع الاولاني يبقى بياخد فيو جوينت زي كان بي لارج او سمول اند اني وير ان ذا بودي. بيبقى معاها الفينجر اند توس بيري سويل اند هاند سوسيج لايك ابيرنس. سوسيج لايك ابيرنس هنكفي لان انا بقول في الموضوع الارثرايتس بيبقى ايه؟ سبيند تشين فينجر، لكن انا سوسيج كله ماشي مع بعض. نبره بعد اللي بعديها بنقول الديستال تايب. الديستال تايب يعني الديستال فرنجيز. الديستال تايب بيخش معايا في ديفرنشال دايجنوسيس مع ايه؟ مع البرايمري اوسو ارثرايتس. انا بقول البرايمري اوسو ارثرايتس ممكن تعمل الهيبرلا والبوشر. تمام؟ هي بتبقى زي الهيبرلا بالظبط جايه في الديستال تايب هنا. دي بنعرفها بالظبط بالراديولوجي وممكن اخد بايوبسي منها. بعد كده اسبوندلايتس يعني ايه؟ يعني ممكن جاي بسكروليايتس بياخد معايا الاكسس بعد كده ماشي مع المجموعه بتاعت اسبوندينو. خلاص؟ ارثرايتس ميديلانس ودي اخطر ودي من نعمه ربنا اللي هي فيري رير لان دي بتعمل ايه؟ كومبليت ديستراكشن اوف ذا بول اند لوس اوف ذا فينجرز اند لوس اوف ذا توز. تمام؟ ودي بتدخلها الديفرنشال ديكوسس مع الحاجات الارثرايتس ميديلانس زي الليبوسي زي الجنجرين اللي ممكن تيجي الفاسكولايتس زي الكومبليكيشنز بتاعت الكاوتي الاجريسيف فورم زي الكومبليكيشنز بتاعت الجماعه بتوع السيستم توبس. اني هاو بنعمل عليها ايه؟ ارثرايتس ميديلانس. اوكي؟ There are a different manifestation according to classification. هتبقى ال manifestation ايه؟ هيبقى في عندي spondylitis or axial disease. ممكن واخد السكريليا وواخد السباين. ممكن جاي لي انسيسايتس. جاي عندك الانفلاميشن ممكن جاي لك الايتس اللي هو اسوسيشن
ويبقى موجود. ممكن جاي بريفرال ارثرايتس، واحد عامل لي زي روماتويد لايت، ممكن جاي بسكن اند نيل ديزيز مع الارثرايتس ولاقي النيل تشينجز. النيل هنا ناخد بالنا منه وهنشوف سوا دلوقتي ليها. احنا كده عند البيتنج اللي موجوده في عندنا اقل من 10 عامل يعني ما بتبقاش مهمه. بعد كده نخش زي ما احنا شايفين دلوقتي ازاي 10 مش مهمه، مش زي ما احنا شايفين. يعني عشان نبقى متفقين بنقول تسعه كام ممكن نجمعها، لكن تسعه 20 ممكن نقول مايلد سوريتي ارثرايتس. من 20 ل 60 بتبقى مودريت، اكتر من 60 بقت 60. يعني في علاقه ما بين السيفيريتي بتاع السوريتس وما بين النيل تشينجز اللي بتاخد. البرزنتيشن بتاع العيان بتاعنا بتاع السوريتي ارثرايتس يجي باين يشتكي بالارثرايتس او السوسايتس، يبقى في عندنا سايتس اوف انفلاميشن. بنقول كاردينال سايتس اللي عندهم في ميد روماتولوجي، لما الخمسه كاردينال سايتس وات ايفر هم موجودين كلهم او موجود جزء منهم، اللي هو عباره عن ايه؟ السويرنج والتندرنس واللوس اوف فانكشن، كل الخمسه كاركترال ساينس والريدنس والهوتنس اللي موجود. فالعيان جاي لنا بسويرنج وبين وستيفنس جوينت اند ان اريا وير التندرنس اند ليجمنت كونكتد تيم. ممكن جاي المفصل نفسه ومفصله، وممكن جاي حوالين المفصل فجاي في الانسيسز اللي هو المكان بتاع الانسيرشن بتاع الليجمنت او التندرنس في قلب البول. السوريتي كان رينج فروم مايل تو سيفير، اكوردنج تو ايه؟ احنا بنقول دي مايل 4 او سيفير 40. انا بقول مايل تو سيفير عشان العلاج اللي انا بديه بعد كده اخش العلاج اجريسيف لو الحاله سيفير، او ابدا معاه جرادوال ايه؟ على حسب البيراميدز اللي احنا بنتكلم عليه، تبدا الدرج السوريتي ممكن ينتهي ايه بالبيولوجي. مايل بولسوريتي كارثرايتس سم تايمز ريفرد از اوليجو ارثرايتس. تمام، الاوليجو ارثرايتس اللي هم اربع جوينت فيما اقل، دي كمان بنقول عليها مايل فور. اولي يعني اكثر من اربعه، خمسه سته سبعه سوء سوء، ده تمام كل مكان العيان كل ارثرايتس موجود عليه سكيور تايم. بعد كده سورايتس ارثرايتس سيمتومز، كل اللي قلنا عليه بالنسبه للاعراض. ممكن جوينت بين، ستيفنس، سويلنج، سوسيج لاين، تمام، سكين ليجن، يوفيايتس، نيل تشينجز، ويبقى موجود التندر حوالين السيسس الموجود وانفلاماتري بيرودز. يعني هو جمع هنا في السوريتي ارثرايتس هي وبقيه الفاميلي بتاعتها اللي احنا قلنا ممكن في البيرن بتاعتها اللي ممكن تقدم لك اللي هم اللي عليها، يبقى دي الاعراض اللي ممكن تبللها من جماعه الارثرايتس. في قال لك في اربع حاجات يبقى هم اكتر حاجه هم بيعملوا سيرفي وستاتستكس. فقال لك الفور فيتشر سوريتيك ارثرايتس اللي هي موجوده في العيانين دول سوريتيك سكين ليجن، لان لازم عشان هو سوريتيك، وان كان الارثرايتس ممكن بريسيد السكين مانيفستيشن. تمام، يعني قلنا ممكن السوريتيك تبدا الارثرايتس وممكن الارثرايتس تبدا السوريتيك، ممكن يكون الاثنين مع بعض. اوكي، فبنقول سوريتيك ليش انت خلاص بقى لك كارب على النص، ليه سوريتيك باتش خلاص مش هقدر اتفلسف في كل دور السوريتيك. وبعد كده اللي بعديها سيلوبيا ممبرين ليجن سيلوبايتس تبقى موجوده. نمره ثلاثه اللي هو ليجن اوف ذا تندر سايتس والليجمنت او الانسيسوماتي. نمره اربعه انفلامات ليجن ويزن زي بون اند كارتج اللي هو البون اتسيلف وجوه. فهو في سكيل مانفستيشن ممكن يبقى في عند الانسيسوماتي، ممكن يبقى في الجوينت ليجن اللي موجود فيها. عشان كده قلنا الديفرنت دومين اوف سوريتيك ارثرايتس زي ما انتم شايفين كده هو الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. عندنا النيل والكونتاكتيفايتس والاكسسايتس والاكزايت ديزيز في السكين والبريفرال تايم اللي موجود. يبقى ده الدومين اللي عندنا فيها. نوت اونلي بات اولسو يقول لك نوت فورجيت، ما تنساش السوريتيك ارثرايتس سيمبتومز تو ليفر يعني ايه؟ يعني خد بالك ان الحاجات دي مهمه قوي قوي في الترشيح بتاعتك وفي الكوميونيكيشن وتدور عليها وانت بتشخص. بص على العين وشوف بيجرى فيها ايه. بص بعد كده فين في الجوينت زي ما قلنا وجايبين اهوت الجوينت اللي موجودين. بص على النيل وشوف البيتنج اللي موجود في النيل وعندها وشوفها كده اهو ان شاء الله بعد ساعه ولا. وبعد كده ابدا افحص كويس شوف سبير راش وجايبها عند النيل
أو شوف بعد كده الهيت بين والفود الانسيسايتس أو الانسيسوماس. يبقى يعني إيه لا تجهل هذه الأشياء في التشخيص. دلوقتي بدنا إحنا بقالنا من آخر 10 سنين بدل ما كنا آخر 10 سنين بدل ما كنا نشخص إحنا لسه في ربع ساعة باقي ربع ساعة دكتور باقي ربع ساعة تسمع الكريتيريا عبارة عن ايه؟ مدي لكل حاجة رقم. خدوا بالكم وانتوا بتقروا الحاجة يبقى عندنا مركز عليها. أكتر حاجة خدت ايه؟ 2 بوينت اللي هي عبارة عن ايه؟ سكين ليجن. ليلة قدام. والباقيين كلهم واحد. نفس الأعراض اللي عملناها قبل كده. أنا عايز 3 فيهم أكتر عشان أشخص سرعية الأرثرايتس. سواء كنت بشوف السكين ليجن أو سوريتك مين ديستروفي او نيجاتيف روماتويد فاكتور او داكتيلايتس او رينولوجيك تشينجز. دي الكاسبا كريتيريا فور دايجنوستيك. ترجع وفي النيل قسموها الى 4 ترمى وحطوا ايه الحاجات اللي زي ما انتم شايفين. عايز اصور يا جماعه عايز اصور عشان حط 4 حاجات اللي بتتبع هي الديسكريشن والحكم الميديسيس والبيتنج. يعني الـ4 حاجات اللي موجودين دول ممكن يتوجدوا كلهم في ضفر واحد وممكن يتوجد جزء منهم سواء 1 أو 2 أو 3 أو 4 بس لقينا في الفيديو الرابعه لو لقيت 4 بتبقى دايجنوز بتبقى ايه الدايجنوز بتاعها 4. ده برضك انواع الميديسيس كله اللي هو موجود في السورايسيس وتقدر تتكلم في الليل او في الصبح في شهر او ديت او في الصورات في الروح اللي هم كل الانواع الموجوده ديت عشان لو شفتوها بعد كده تقدروا تتاكدوا وجايبين الديتيلز بقى ما تبصش في الاوفر ما فيهاش حاجه. وهي فتره بكالوريوس كده ديت الواحد كل ما يقرا حاجه يقعد يحط السماعه ومش عارف ايه ويوصل بايه يدور عليه. برضك نفس الشيء زي ما شايفين السويلنج الموجود هنا. ده ايه اللي ظهر هنا؟ ده نوع من انواع الارثرايتس ميتيلاتس هو عمل ديستراكشن وكمبليت اوستيوسيس لون وفلانجيز او 2 فبعد ذلك ان يسر بعد كده الجوني تبقى موجوده زي ما احنا شايفين. برضك نفس الشيء زي ما احنا شايفين 2 هو تشينجز وبعد كده هنا الدكتلايتس والسوسيشن اللي موجود اهوت وهنا النيل برضك وهنا الانفلاميشن اللي موجود حوالين صوفتي شعر حوالين السكن والياكس بقى السكن والياكس للشخص طول عمرنا في عندنا النيور كريتيريا. النيور كريتيريا عبارة عن ايه؟ 4 0 1 2 3 4 0 يعني نورمال 1 يعني سبيشال انا مش قادر احدد فيه ولا ما فيش تمام ده بعد كده 2 يبقى في مينيمال ابنورماليتيز موجوده تمام سواء كان في مايند في السكريتوري جوينت او في لوجر او في مايند كلاسيفيكيشن 3 بقى في مور ليس ادفانسد ايه ابنورماليتيز مانيفستيشن اكس ارتكولار سكلوروسيس بعد كده جلوبرس اروجن ويز وايد ماجورتي سبيس فاكتورز 4 بقى كومبليتلي اكتيفيز في السكريتوري ايه 1 تاني لازم انتوا شايفين مناظر هي نورمال ادي سسبشن ادي بدا يبان عندنا ايروجن اهوت ادي في 2
في ثلاثه كانوا ادفانسد، اربعه كومبليتلي ايه؟ كومبليتريشن اوف ذا سيكول هيد جوينت كومبليتلي كلوز. تمام؟ جه واحد تاني راجل تاني في تكست بوك كبير قوي امريكي، تمام؟ وعمل ايه؟ راح جاي قال اول مره اختصر القصه دي كلها واعمل وات از كول فاريجيتد بيكتشر او فاريجيتد ماتر. ايه هو الفاريجيتد بيكتشر اللي عملها وولف جانج ده بقى؟ قال لك انت زي ما انت شايف كده امسك هنا بص معايا عند الارز ده في عندي في ايروجن اهو صح؟ عامله زي سيلو وشعر زي السريشن موجود طالع منه بعد كده في شكس ارتكولر بعد كده سكليروسيس صح؟ وراه سبتوبترال سكليروسيس ادي ابيض اهو موجود بعد كده بقى في عندي فلافي بون بدايه تكوين عظم هيعمل بريدجنج عشان يروح الناحيه الثانيه ويبدا يفيد الجون دي بنسميها باكس فهم عباره عن تريات موجوده اللي هم عباره عن ايه التريات دي موجوده انه ايروجن سكليروسيس اوف سبتوبترال كانسلس بون اند ديليكت انترا ارتكولر بوني باكس زي ما احنا شايفين دي مهمه قوي وسهله قوي ونقدر نشوفها حاضر عايز ايه؟ عندي صوت ده بيسبب ولا ما تمام يبقى دي الفرجيتيك الفرجيتيك بتسهل لنا اكتر والفرجيتيك ممكن تبان ايرلي تمام لان انت هتركز ويبان في سي تي سكان مش محتاج هنا ان انا اعمل ام ار اي فيها برضك ادي فرجيتيك زي ما احنا شايفين يعني في 27 سنه شاب بعد اربع شهور بدا يبان الفرجيتيك والسكروبينيتس ممكن تبدا يونيلاترال يبقى بعد كده بايلاترال ممكن تبدا ايه بايلاترال الاثنين مع بعض زي ما احنا شايفينك يونيلاترال سكروبينيتس وانا شرحتها لكم في حته الحكم دي الفرجيتيك باتر او الفيكتشرز بعد كده ترانزيشنال يعني ايه؟ يعني انا كان عندي يونيلاترال بعد كده بقى في بايلاترال اتنقل بقى الاثنين مع بعض دي برضه من الحاجات اللي ايه نقدر نقول عليها سيمبتوماتيك يعني ايه سيمبتوماتيك؟ يعني الحاجه اللي موجوده تقدر اشخص منها مش موجوده فيها اللي هو اللي بنقول عليها دي اكسترا كابسولار بروتيبرنس دي موجوده في جماعه بتوع الصباع سواء كانت تيجي في الكنوزن تيجي في السورايسس تيجي في الانفلامات الباور ديزيز في الرايترز بس بتبقى كومن في اكثر في السورايسس اكثر من الاخرين اللي هي اكسترا كابسولار بروتيبرنس زي ما انتم شايفين ان هي العظم اللي موجود اوكي هنا الديستراكشن في الجوينت طبعا بتعمله سلايسز وهنا في البول زي ما احنا شايفين الراديولوجي دي نقطه برضك ما يبص يقول عليها الاوبرا ابيرنس او بنسل الكاب ابيرنس زي ما احنا هنا في سكولينج رفيع وهنا في وايدنج يبقى عامله زي الالم لما تكون زمان عندنا في البتاع بتاع في جبنا في كده دوايا موجوده في البتاع بتاع حتى دي كانت الامتحانات تلاقي فيها حته فاضيه دي كانت الدوايا يبقى الدواية واحدة ايه تجيب الريشة وبدك كده ايه تبل لها في قلب الدواية عشان تكتب فيها بيقولوا بنسل الكعب اوكي يعني الريشة موجودة فزي ما انتم شايفين في عندي هنا ايروجن موجود شوفوا تحت هنا شوفوا هنا الايروجن موجود وده الوايدنينج وداخلة فيها كده موجود ابيرنس او يبقى في انكلوز موجود بالاستكلوز او في اوسيوسيس هنا عند القرن اللي انا معلم عليه بدات ايه يحصل destruction يبقى موجود في ايه؟ complete fusion of the sacroiliac joint and the fusion of the left hip joint. left hip joint لما تشوف كده بايظ خالص اهو وبقى فيوز خلاص هنا بقى في destruction هنا بقى في destruction لو ربنا عنده deformity وفي كمان malformation زي الموتويد هنا بقى في انكلوزز موجود في الجوينت هنا برضك يعني هو هنا جاب برضك حاجات يعني جاب لك حته بقى فيها سيمسكوفايتس ونفس الكلام السكويرنج اللي موجود عندنا يبقى ده السيمسكوفايتس وفي السكويرنج اللي موجود عندنا وبعدين اللي هو السيمسكوفايتس اللي عايز يصور حاجات يا جماعه تصوروا لو عايزين تصوروا صور تانيه انا هحاول اصورها تقدر توريها لكم بعد كده اوكي بعد هنا ده هنا السوبس او السايتس عملت لنا واتس كولد كابتولير سبيس ان الميوت سيستم فيه مشاكل كبيره
اللي اصبح دلوقتي الكانسر حتى ما بيقع تحت نظريه الكتب نيرفي برضك، وزي ما بيعملوا البيولوجي دلوقتي ويجيب نتائج اكتر من الثيرابي والانتكيب الثيرابي والحاجات دي كلها، وممكن تدينا جرم دامج ممكن تنزل لنا اسبوع اتفضل. ده مفهوم الدامج وات ار ذا تريتمنت؟ بنبدا كمان التريتمنت بتاعنا ان احنا اول ممكن ندي النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري قدامنا قد ايه لسه؟ طبعا صح خلاص خلاص. ممكن نبدا بالنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، ممكن ادي بمراحل نسمع كتير اللي احنا بنديها، سواء بدي ميزوتاكسيد، سواء بدي فيولاين، سواء بدي ثلاثوفايلين، سواء صوت، واحنا في الاخر خالص والكلام الحديث واللي جاي في نتائج كبيره قوي وممتازه قوي اللي هو عباره عن ايه؟ البيولوجيك اللي موجود دلوقتي اللي احنا بنديه العيانين. تمام؟ اوكي؟ وبعد كده نبقى اظن في حد ليه اي سؤال؟ في حاجه مش واضحه؟ لا كله تمام يا دكتور. كله تمام يا دكتور. تمام. ربنا يوفقك ان شاء الله. دكتور يمكن اخد سلايد على الفلاشه؟ سلايد لا لا بركز يا دكتور والله. طب ايه الصفحه اللي حضرتك؟ طب ايه الصفحه رقم الصفحه عشان الكتاب كبير؟ لا والله مش انا، والله انا كلهم دفعه عندنا عشان كلهم محتاجين. انا طب كان مركز ده برضه كلهم محتاجينه والله. لا معلش يا دكتور يعني عشان نرجع ليه تاني. لا لا ما فيهاش اي حاجه والله، ما فيهاش اي حاجه. لا ابدا والله، لا لا تمام والله. دي كويسه، ما فيهاش حاجه خلاص. ولا نسيت تاخد رقم. طب ماشي اديني رقم حضرتك. 011